فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. باب يعني بغير ايه، بغير عنوان، بغير ترجمة، باب بس ويدخل في الحديث على طول. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج، ابن جريج اللي هو عبد الملك، عبد الملك ابن عبد العزيز، أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث النوفلي الهاشمي، يحدث عن ابن عباس، ويقال عليه برضو مولى عبد الله بن عباس اللي هو عبد الله بن الحارث ده، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين عن بدر، عن بدر يعني القاعدون عن غزوة بدر، والخارجون إلى بدر يعني في الثواب يعني. وبعدين لما جاء سيدنا عبد الله بن مكتوم اشتكى انه اعمى، طب هو ذنبه ايه؟ فنزلت غير اولي الضرر، يعني ما ايه، من ليس له عذر يعني، يعني اهل الضرر اللي هم المرضى والعجزة والزمنة دول خارجين عن الامر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون اي الى بدر في الثواب. باب عدة أصحاب بدر، يعني إيه عدد الذين شهدوا بدر. وعن أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر، يعني يوم بدر، يعني استصغروا يوم بدر. وعن أبي قال وحدثني محمود اللي هو ابن غيلان قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، يعني قرب 71 كده ولا 72 كده تقريبا عدد المهاجرين. والأنصار نيفا 40 و200، في رواية أبي ذر نيف، نيف 40 و200. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا، أجازوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. انت عارف فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، الأول خالص قالوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، وبعدين قال ايه إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. لما كتب عليهم القتال الأول خالص، في الأول خالص اللي اقترحوا أن ربنا يأمرهم بالقتال تولوا إلا قليلا منهم، بعد ما فرض القتال يبقى تصفيات أهو يصف. وبعدين القلة اللي هم ثبتوا ووافقوا أن يقاتلوا قالوا طب ابعث لنا ملك يعني قائد نقاتل معه، أما قال لهم طالوت، فقلة منهم وافقت بقيادة طالوت وكثرة منهم رفضوا قيادة طالوت، قالوا لم يؤت سعة من المال، واخد بالك، والكلام اللي هم اعترضوا فيه. فالقلة اللي هي رضيت بقيادة طالوت عبر بهم النهر، وبعدين اختبرهم في الطاعة، قال لهم اللي يريد يشرب يشرب غرفة واحدة، واللي يشرب أكثر من غرفة لا يتبعني. فشربوا منه إلا قليلا منهم، قلة من القلة من القلة، دول اللي ثبتوا في الآخر، كانوا الأول آلاف مؤلفة، بعد كده بقوا 1000 بس، بعد كده بقوا بالمئات، بعد كده
وصلوا في الاخر في اخر الاختبارات كلها ان هم قالوا ايه ده بعد كمان ما شربوا من نهر وطاعوه بتاع دول اول ما شافوا طالوت وجنوده جالوت وجنوده قالوا ايه لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده يعني كمان جزء كبير منهم رافض قالوا لا ده جيش كبير مش هنقدر نحارب بعد ما نجحوا في كل الاختبارات السابقة اول ما واجهوا الجيش كتير منهم كمان تراجع شوف التصفية ورا التصفية ورا اللي ثبت وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دول كانوا بعدد أهل بدر بعدد أهل بدر كويس يعني حوالي 313 تقريبا وعن أبي قال حدثنا اللي هو كان منهم سيدنا داود كان إيه كان مقاتل مع طالوت وبعدين هو اللي قتل جالوت يقال انه خد حجارة ودخل على جالوت قال له انت جاي تقتلني بحجارة وانا كلب يعني بتستهتر بيا فقال انت كلب لانك مشرك وضربه بالحجارة قتله سيدنا داود فذاع صيته وربنا اتاه بعد ذلك الحكم والنبوة والملك وعلمه بعد ذلك صنعة لبوس لتحصنكم وألان له الحديد فابتدى يصنع السيوف ويصنع الدروع ويصنع الخوذات وكان الحديد في يده كايه كالعجين في يد العاجن بغير نار ده سيدنا داود بعد ذلك وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 19300 وعن أبي قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان اللي هو الثوري عن أبي إسحاق اللي هو السبيع عن البراء حا وحدثنا محمد بن كثير ده بصري قال حدثنا سفيان الثوري بصري برضو عن أبي إسحاق السبيع عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 319 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر والنهر ينفع تفتح الهاء وتنفع تسكن الهاء النهر والنهر وما جاوز معه إلا مؤمن وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وكانت يوم جمعة في صبيحة 17 من رمضان وعشان كده عند بعض العلماء أن ليلة 17 من رمضان هي ليلة القدر لأن هي ليلة الفرقان ليلة الفرقان لأن ربنا بيقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والفرقان من أسماء القرآن وربنا بيقول على ليلة القدر أنزل فيها القرآن مش كده برضو يبقى ليلة يوم الفرقان كان يوم 17 يبقى ليلة الفرقان تبقى ليلة القدر استنباط لطيف يعني عند بعض العلماء وعشان كده ما تفوتش ليلة 17 رمضان من إحيائها كل حتى توافق مذهب من ذهب إلى أنها هي ليلة القدر والراجح أن ليلة القدر تتحرك في رمضان كله من أول يوم إلى آخر يوم وأغلب الأحوال تكون في العشر الأواخر وأغلب الغالب تكون في الوتر في العشر الأواخر وأغلب الغالب تكون في 27 وكانت بقى إيه في رمضان في السنة الثانية من الهجرة شعبان قبلها في نص شعبان تحولت القبلة في نفس السنة الثانية من الهجرة يبقى السنة الثانية من الهجرة حدث فيها أحداث طويلة مهمة ناخد بالنا منها خد بالك ان كان في غزوة العشيرة كانت في ايه في رجب في جمادى الاولى غزوة عشيرة كانت في رجب وكانت غزوة بواط كانت في ايه في ربيع الاول وودان كانت في صفر مش كده برضو كل دي كانت غزوات قبل بدر وكان في غزوة في ربيع الاول يسموها بدر الاولى والبدر الثانية اللي هي في رمضان يسموها بدر القتال لان بدر الاولى دي لم يقاتلوا فيها نيجي بقى في السنة الثانية من الهجرة مهمة أحداث السنة الثانية من الهجرة في نصف شعبان حولت القبلة
ثم نزل فرضية صيام شهر رمضان، فصام رمضان فرضا، ونزل فيها زكاة الفطر، فرضت فيها زكاة الفطر. كويس، كل ده في السنة الثانية من الهجرة. هيجي بعد كده هم كون الصحابة كانوا يحدثوا كده ولا يغيب على النبي حديثهم دل على أن النبي أقرهم، مش كده برضو؟ يعني طالما تحدثوا ذلك والنبي لا يغيب عنه حديث الصحابة دل على أنه أقرهم، فيش إشكال يعني. وبرضو في نفس السنة دي سنة الأضحية. كويس، في نفس السنة دي. يبقى السنة الثانية من الهجرة حولت فيها القبلة، فرض فيها صيام رمضان، فرضت فيها زكاة الفطر، وجاءت فيها سنة الأضحية، بجانب بقى الغزوات اللي احنا قلناها. كل ده كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. أنا أميل ليه إن عدد أهل بدر 313، مع إن في أخبار تقال 318 وفي 319 وناس يقول 305. ليه أميل ل 313؟ لأن عدد الرسل 313، عدد الرسل 313. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر اللي رواه الإمام أحمد في مسنده لما سئل عن عدد الأنبياء قال جم غفير 24,100,000 نبي، منهم 313 رسول. كويس، يبقى عدد أصحاب طالوت بعدد الرسل، وعدد أهل بدر بعدد الرسل، وعدد صحابة النبي بعدد الأنبياء والرسل 124,000، عشان أمة كاملة فيها كل وراث الأنبياء والرسل، لأن روحانية كل نبي موروثة في ولي، روحانية كل نبي موروثة في ولي، حتى لا ينقطع الوراثة النبوية أبدا. فتلاقي في وارث موساوي، وارث عيساوي، وارث إبراهيمي، وهكذا بعدد الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. يبقى تستنتج من هذا أن عدد الأولياء 124,000 لا ينقصون في أي لحظة، لو مات ولي ربنا يرقي واحد مكانه على طول ما ينقصوش. وعدد أكابر الأولياء منهم المربين اللي هم يساوي الرسل المربين يبقوا 313، لأن الرسل النبي جاء قدوة بس، وقد لا يؤمر بإبلاغ شريعة أو بإبلاغ دعوة حتى. كويس، لكن الرسول مأمور أن يأخذ بأيدي الخلق إلى الله، فاللي على قلب الرسل دول الربانيين المربين، واللي على قلب سائر الأنبياء دول الأولياء مقبول الدعوة الصالحين الذين لولاهم لصب على الناس العذاب صبا، ولولاهم ما أمطرت الأرض ولا نبت نبات. الوارث المحمدي هو أعلاهم، هو أعلاهم. كويس، أعلى الأقطاب أو الأولياء هو الوارث المحمدي، يليه الوارث الإبراهيمي، يليه الوارث الموسوي، يليه الوارث العيساوي، يليه الوارث النوحي. كويس، عشان يبقوا خمسة. واضح، عشان كده يقول لك أربعة أوتاد واحد قط. آدي كلام كله ليه أصل، يقول لك لا ما فيش مش عارف ايه، اثبت لي. طب خلاص يا سيدي، افرض يعني انت ما معجبتش بهذا الكلام ما يجراش حاجة، انت مسلم حلو برضه ما يجراش حاجة، لان دي مش عقائد، دي امور يفتحها الله على من شاء من عباده، ولست ملزما ان تؤمن بها او تكذبها ولا او تصدقها، مش ملزم بيها. حبيت تصدقها بروحانيتك والروح تكتفي فيها الاشارة، حبيت تجريها على عقلك دون قلبك وروحانيتك وعايز الدليل، يبقى خلاص. ففي أمور تقبلها بروحانيتك وقلبك قبل أن تمر على عقلك لأنها توافق الفطرة، لكن في واحد تاني عايز يعدي كل حاجة على عقله، فلما يعدي على عقله العقل يدور على الدليل، طريقة العقل كده يقول لك هات لي الدليل. فهناك من آمن بعقله وهناك من آمن بقلبه. يا رب
والله ينظر الى القلوب. وعشان كده الرسول بيوصف بعض الناس من المسلمين يقول لك ايه، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يعني جاي من عقلهم على حنجرتهم، قلبهم لسه ما وصلش. غير بقى المؤمن الثاني بيقرأ من قلبه، فهمت؟ فدي درجات، والله تعالى اعلى واعلم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كفار قريش. يأتي بهذا الباب لأن النبي دعا عليهم في مكة عندما عادوه وتحققت دعوته واستجيبت يوم بدر، حيث أنه قتل كل من دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بالاسم في بدر. وهنا يعلم أن الدعاء مستجاب، ولكن وقت تحققه يختاره الله. دعاء النبي مستجاب، ولكن تحقق بعد دعوته بعدة سنوات، قد تصل إلى 8 سنوات بعد دعوته. فالإنسان من أدبه مع الله ألا يتعجل الدعاء الإجابة. يقول في الحكم العطائية: لا يكن تأخر أمد الله لك بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فإن الله ما ألهمك الدعاء إلا ليجيبك، اعلم ذلك جيدا، وما مكنك من الدعاء إلا ليجيبك. ولكن الإنسان بسبب جهله بالله يظن أن إجابة الله لابد أن تكون في الوقت الذي يريده العبد وبالطريقة التي يريدها العبد، وهذا خطأ شديد، لأن الله يجيب واستجاب بالفعل، ولكن يجيب على أوفق ما يناسبك في الوقت الذي يكون أوفق وقت لك. فقد تدعو بدعاء معين ولكن ليس من المناسب لك أن تحصل عليه الآن، فيعطيك الله إجابته في الوقت المناسب لك، لأنه لطيف بك ورؤوف بك وقائم بك، أنت قائم به سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فإذا كان هو قائم بك فلا بد أن يصلحك حتى تكون، لأن الله لا يقوم إلا بالصالح سبحانه وتعالى. واعلم أن ما بك من نقص فمن نفسك، وما بك من كمال فمن الله سبحانه وتعالى. فالنبي دعا وهو أرجى الناس قبولا للإجابة، دعا في مكة على أناس بأسمائهم، يمر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وهم يتمتعون ويأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، فيظن المتعجل أن دعوة النبي غير مستجابة. ثم يأتي بعد ذلك وقت بدر، تتحقق إجابة النبي في الوقت الذي يريده الله حتى تكون نصرة للإسلام، لأنهم لو ماتوا في حالهم قبل بدر ما كان موتهم نصرة للإسلام، لأن كان غيرهم كثير، ولكن الله اختار سبحانه وتعالى الأصلح لهذه الأمة ولهذا النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، شيبة وعتبة، شيبة وعتبة وأبي جهل بن هشام، والوليد وأبي جهل بن هشام، يعني شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام اللي هو ابن المغيرة. وهلاكهم وسبب دعوة النبي عليهم عندما وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف وهو يصلي في الكعبة، وجاءت سيدتنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأزالت ما على ظهر أبيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى البيت ونظر إليهم وقال: اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، فدعا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم.
سيدنا النبي خير البشر، خير البشر. النبي يا من حضر، يا من حضر. سيدنا النبي خير البشر، خير البشر.